أما الأجير المشترك فخلاف، هناك من قال كالأجير الخاص لا يضمن لأنه أيضا مؤتمن، وفي المذهب أنه يضمن، في المذهب أنه يضمن. قال والمشترك يضمن ما تلف بفعله، يعني بفعله دون تعد أو لكن صار هكذا، يعني خاط لك ثوبا فلم يحسن خياطته هل يتحمل أو لا يتحمل؟ إن كان أجيرا خاصا لا يتحمل، إن كان أجيرا مشتركا يتحمل هذا الأمر، خاطه خطأ صار ضيقا صار واسعا صار طويلا صار قصيرا، قالوا يتحمل هذا الأمر. قال وكذلك بالسقوط عن الدابة وانقطاع الحبل، لأن الحبل ليس هو الذي قطع، هو انقطع الحبل، يقول يتحمل، المفروض يتأكد من الحبال أنها جيدة تمسك كذا فيتحمل هذا كله. قال لا ما تلف بحرزه أو بغير فعله إن لم يفرط، يعني إذا تلف بحرزه يعني سرق، هو عنده القماش ليخيطه أو عنده السيارة ليصلحها أو عنده الجهاز ليصلحه، هذا أجير مشترك، أحدهم كسر المحل وسرق القماش سرق السيارة سرق الجهاز عبث بالسيارة، فهنا هو وضعه في حرز، ماذا يفعل؟ حط سيارة معه بالفراش ينام معها، ما ليس بيدي هذا الأمر، فهنا لم يفرط ولذلك لا يتحمل لأنه أخذ من حرزه، أخذ من حرزه أو بفعل غيره، اعتدى عليه أحد ضربه وأخذ منه هذا القماش، ضربه وسرق السيارة، ضربه وكسر الجهاز، فهذا كله هنا لا يضمن لأنه بفعل غيره إن لم يفرط أو يتعدى، إن فرط أو تعدى قلنا هنا يتحمل قولا واحدا. نعم.